يعني صورة جامدة. طبعا نحن جهزنا مخيم شمارخ المقاومة، جهزنا 180 خيمة مع هنجارين كبار لاستقبال أهلنا النازحين من حمص الوعر. فالبارحة لما علمنا بقدومهم جهزنا المخيمات، جهزنا الخيم من فرش وكتل تواليتات وحمامات ومياه، والحمد لله المخيم جاهز لاستقبال أهلنا على جاهزية عليا إن شاء الله. وجميع الشباب الله يبارك فيهم، منظمة الإرهاب، منظمة الإسلامية في الريف مع إدارة المخيمات كلها جاهزين واستنفرت، وحاليا الكل يعمل بكل جدية ونشاط.